شارك الآلاف من سكان هايتي يتقدمهم الرئيس ميشيل مختلي وزوجته صوفيا في مسيرة تخليدا لذكرى ضحايا الحادث الذي وقع أثناء استعراض كرنفال العاصمة السنوي. المسيرة التي صاحبتها الموسيقى الجنائزية وقفت دقيقة صمت انحدادا على أرواح الضحايا، حيث أشعل المشاركون الشموع في موقع الحادث بوسط بوغ أو برانس. وأدى الحادث الذي وقع في اليوم الثاني من الكرنفال بسبب اصطدام عربة كانت تقل فرقة موسيقية بسلك كهربائي للضغط العالي، أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 78 آخرين. الحكومة التي ألغت الكرنفال أعلنت الحداد في البلاد لثلاثة أيام مع إقامة جنازة رسمية للضحايا يوم السبت المقبل.